اعتقد ان انا عامل النهارده كل انواع السمك اللي ممكن تحلمي بيها، كل البحر معانا. عملنا منه رز بالسي فود على النار، النار بتاعتنا شغاله زي الفل، وعملنا كمان سمك بولت في قلب الفرن بيستوي حلو. الله، لا ده انا هوريك مفاجاه دلوقتي. انا طبعا جاي بدري، صلينا الجمعه وجيت دخلت الاستوديو، لفيت شويه قطايف حلوين جدا انا والمساعدين بتوعي علشان نعمل النهارده سيرفيز قطايف بالجمبري، نعزم عليه كل الحبايب والقرايب لان حقوق الطبع لدينا وبس، وجربيها وقولي لي رايك فيها. عيني فين؟ حاضر، حلو الكلام ده، مهم جدا. ولكن ازاي نعملها؟ عندنا جمبري لحم ممكن يكون موجود، جمبري قشر ممكن يكون موجود، مش عايزه تعمليها بالجمبري ممكن تعمليها بالسي فود زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله حسب الرغبه. فانا بحمر هنا شويه في قلب الزيت، نبص عليهم كده مخرجنا الجميل زي الفل اهيت، اهي اهي تتحمر كده اهي. وتعالوا مع بعض نعمل الحشوه سريعا كده مع بعض، نلف واحده واثنين وثلاثه، بس يهمنا مع حقوق الطبع لدينا وبس ازاي نعمل قطايف محشيه سي فود او جمبري. حلو قوي. اول حاجه بحط طاسه على النار بالشكل ده كده، نوسع كده الحله، نحط دي هنا كده ونشيل الحاجات دي عشان نوسع لمخرجنا. حلو قوي. وبحط هنا يا عم الشيف معلقتين من زيت الزيتون، ومعايا جمبري لحم زي ده كده اهو، الجمبري قشر قشرناه كده، نشيل القشره دي كده، ده القشر اللي كان معانا من شويه في الحله فاكرينه، اللي انا حطيته على السمك البولت وحطيته على الرز اهو، بشيل القشره ومعايا الجمبري اللحم ده كده اهو. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يا عم الشيف بقطع الجمبري ده بالسكينه، شايف الجمبري اللحم اتقطع كده بالشكل ده كده اهو زي الفل اهو، تحت السكينه اهو، سن السكينه لازم يكون حامي اهو، افرمه بالسكينه ما يتفرمش في الكبه، انا عايزه خشن. حلو قوي. وعندي معلقه زيت زيتون في قلب الطاسه، فص توم حلو كده محترم ينزل على الجمبري، عود كرفس كده مفروم ناعم ينزل على الجمبري بس خلاص. وشويه البهارات بتوعنا هنشوف هننزل بهم ازاي اهو. اخد كده البلانشه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي اهي، هو ده خلص زي الفل. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل شويه شمر عليهم زي الفل، ونقلبهم. قطايف بالجمبري، الجمبري اتقطع هياخد لون دلوقتي، وارفع القطايف بتاعتي كده اهو زي الفل اهو، شايفين الجو ده كده. شوف هعمل ايه دلوقتي، التركية بتاعتي اهو، الجمبري بيستوي اهو، حركة بسيطة خالص، الحلة حلة صديقتي اهو، شوف شوية اهو، معلقتين اهو بس خلاص اهو. الموضوع بيفرق هنا، حبات الجمبري بتشرب بتطلع كده فيها سائل حلو، ما بتبقاش ناشفة اهي. استوى الجمبري ملح وفلفل، وناخد الجمبري ده يبرد، نشيل ده من هنا نوسع على نفسينا شوية، وناخد الجمبري نحطه ايه في طبق كده اللهم صل على النبي بص لي عليه كده بقى ودلعه. ادي الجمبري خلص. نشوف معانا القطايف بتاعتنا الحلوه هنغرفها ازاي دلوقتي مع بعض، بس مهم جدا نوصل لمرحله اللف. اهم حاجه بتعملي قطايف بالجمبري، قطايف باللحمه المفرومه، قطايف بالفراخ، قطايف بالسي فود، زي ما انت عايز. اهم حاجه الحشوه تبرد معاكي قبل ما تحطها في القطايف، فانا مش هحشي دلوقتي، انا يهمنا ان احنا نشرح لحضراتكم ازاي الجمبري اتقطع والفكره جت منين، هتتاكل حادق ولا حلو، احنا هنقدمها لحضراتكم دلوقتي بطريقه بسيطه وسهله. بس يهمني الاول حاجه ان انا ازاي قطعت الجمبري وحمرته في قلب الطاسه مع التوم وشويه بهارات حلوين عشان يطلع معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شفتوه زي الفل. الرز عندي بيستوي، وعندي القطايف دي حمرت شويه، نغرفهم علشان نغرف الباقي مع بعض. عينيا بس الخلطه تبرد شويه حبيب قلبي عشان ما تروحيش تحشي القطايف والخلطه سخنه تحصل مشكله بعد كده دول شويه نحمر الباقي. شفت شويه القطايف دول حلوين قوي اهو زي الفل
لا ده زي الفل تمام عينيا. اه حاضر. اه والله انت بنت حلال. اه حاضر اهو حاضر عينيا. شفتوا معايا متابعه. اخبار القطايف ايه؟ زي الفل حلوين دول. اه نكمل غير في القطايف. الله سامعين الصوت ده؟ جواها جمبري. تعالوا على حاجه تهمني دي، هنقدمها ايه؟ سخن ولا برد يا شيف؟ حالا دلوقتي هرد على السؤال ده. اه ايوه هو ده. حلو ولا حادي يا شيف؟ اهو اهو يا استاذ. يا نعم اهو في قلب النص ده كده، وبحط الصوص الحلو ده كده. الصوص ده عباره عن ايه بقى؟ هو ده. اه دي القطايف. الصوص ده عباره عن ايه؟ الصوص ده عباره عن قشر الجمبري، جبته مخرجنا الجميل الله يوفقك، قشر الجمبري جبته حطيته في النار بمكعب زبده، خدت البيون بتاعه، خدت الشوربه بتاعته، نزلت عليه بمعلقتين من النشا، بعمل باربيكيو بطعم الجمبري. عملت صوص الباربيكيو بطعم الجمبري. ازاي؟ قشر الجمبري طحنته، خدت البيون بتاعه اللي هي الميه بتاعته، نزلت عليه بسكر بني، نزلت عليه بمعلقه كاتشب، نزلت عليه ملح، نزلت عليه بمعلقه خل بلسمك او خل تفاح زي ما انا عايز مفيش مشكله، وقلبته كده ومعلقتين من النشا، اداني القوام الحلو ده كده. ده الصوص اللي انا هغمس بيه القطايف. فاصبحت هنا القطايف هنا ايه يا اخوانا؟ قطايف حادي اهي اهي، تتقدم بالشكل ده كده. الصوص ده كده اه ينزل عليها هنا. اه 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 اللهم اني صايم. اه قطايف بالجمبري، تسلم ايدك يا شيف. اه زي الفل تمام. تتاكل ازاي؟ عادي، ده في ليمون، في ميه الجمبري اللي انا قشرته وحطيته جوه القطايف بالشكل ده كده، وابدا بقى كده اغمس بالف هنا وشفا ورمضان كريم. ادي القطايف بالجمبري فكرتها. حلو يا شباب. لا اله الا الله. اه دي قطايف بالجمبري بالشكل ده كده. اه تتاكل ازاي؟ حلو ولا حادق؟ اهي الف هنا وشفا للي ياكل. اه كانك بتاكل مثلا ايه؟ جمبري كوكتيل، الحاجات الحلوه، فواكه باللوتس شوكليت، الحاجات اللي احنا حبينا كده. القطايف بالجمبري قصتها خلصنا منها.